مفكرا في مغارات، إلا أن السماء كرزت بك للجميع، إذ جعلت النجم بمنزلة فم لها وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان. فما وعن الأم صفيون يقول: إنسان وإنسان قد ولد فيها، والعلي هو الذي أسسها. وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك الذي أساسه في الجبال المقدسة. الرب يحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك.